بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، سنتناول موضوع كروية الأرض في القرآن. يقول تبارك وتعالى: وإلى الأرض كيف سطحت. السؤال: هل تعني هذه الآية أن الأرض ليست كروية؟ دعوني أتأمل. لطالما ظن البشر أن الأرض مسطحة حتى جاء العصر الحديث، حيث تبين أن أرضنا هي كرة أو شبيهة بالكرة تدور حول نفسها بسرعة تبلغ 1600 كيلومتر في الساعة، أي أسرع من الصوت، حيث تبلغ سرعة الصوت كما نعلم 1200 كيلومتر في الساعة فقط. إن القرآن العظيم لا يقول أبدا بثبات الأرض أو بأنها مسطحة، بل قال تعالى: وإلى الأرض كيف سطحت. وكلمة سطحت هنا تعني مهدت وبسطت أمام البشر، فأنت مهما سرت على هذه الأرض تجدها مسطحة وممهدة أمامك، وهذا لا يتحقق إلا بالشكل الكروي. أيها الأحبة، عندما نتأمل سطح القمر مثلا، وعلى الرغم من أنه كروي الشكل، إلا أن سطحه غير ممهد، حيث نجد فوهات البراكين، المنخفضات، التلال، وكذلك معظم الكواكب يكون سطحها الخارجي غير ممهد، وهذا يعني أن الأرض لها سطح ممهد ومناسب للحياة. يقول تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار، ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. هذه الآية هي خير دليل على أن القرآن أشار إلى كروية الأرض، فلا يمكن أن يتحقق تكوير الليل على النهار وإحاطته والتفافه إلا بالشكل الكروي، وبخاصة أن التكوير يتضمن الالتفاف والدوران كما تكور العمامة في مفهوم العرب. والله لا نملك إلا أن نقول سبحان الله. حتى يتبين لهم أنه الحق.